ايوه كده، نشم نفسنا في الاوضه الكبيره بدل الاوضه المكتومه التانيه. برافو عليكي يا لومه على اللي انتي عملتيه فيهم ده. بجد يا كريمان، يعني انتي مش زعلانه عشان اخوكي ومراته خرجوا برا الاوضه؟ لا طبعا، المهم انك وافقتي ان انا بات معاكي هنا. بصي انا جبت لك ايه يا كريمان، هو ده وقت هدايا؟ طب مش هتشوفيها؟ مالك يا الهام، في حاجه تعباكي؟ من ساعه ما خرجت من عند الدكتور وانا مش مطمنه، قال لي ان الحمل ممكن ما يثبتش. بس هما بيقولوا كده لكل الحوامل، ما تخوفيش نفسك. بيني وبينك الدكتور قال لي ان انا في سن كبير وان ده اول حمل ليا في السن ده، فبيبقى برضه في خطر على الجنين. وبصراحه يعني يا كريمان انا مش صغيره. ما تقولش على نفسك كده يا صغن. ساعة ما خرجت من عند الدكتور أنا مش قادرة أتلم على روحي ولا قادرة أقف على رجلي. أكيد، ما هو البيبي ده هو اللي هيجيب لك حقك في الفيلا. فيلة إيه بس دلوقتي؟ والله ما بقتش من اهتماماتي خالص. أنا كل اللي هاممني في الدنيا دلوقتي هو ابني اللي في بطني. المهم إنك تقومي إنتي والبيبي بألف سلام. ربنا يخليكي ويرزقك زي ما رزقني. يا كريمان، أجمل إحساس في الدنيا. ربنا يستر. يا رب. كريمان أنا محتاج تساعديني. في إيه؟ دلوقتي من ساعة ما صبحي ضم على إلهام وأنا متوقع إن أي حاجة ممكن تحصل. ده ممكن يرجع لها الفيلا تاني. طب والحل إيه؟ مفيش غير حل واحد. إلهام لازم تبقى في جيبي. إزاي يعني؟ أردها. تردها؟ أنت عايز تجوزها تاني؟ هي ليها معنى تاني؟ بس على ما أعتقد إن إلهام مش هتوافق بالسهل. والله ممكن، إلهام ست طيبة، وبعدين أنا متأكد إن هي لسه بتحبني، يعني بشوية حنية مني على كلمتين حلوين وزقة منك ممكن العملية تعدي. ماشي، خليني وراك للآخر. أخبار صبحي إيه؟ لسه بس قربت. بنتي اللي عرفت اربيها. انا متاكد ان محدش هيجيب لي قرار صبحي ده غيرك. اللي زي صبحي ده عشان تلعبي معاه لازم تسبقيه بخطوه، والخطوه دي انت اللي هتسبقيها لنا يا كريم.